في كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس، وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح أحبائنا المشاهدين في كل مكان، برحب بكم في حلقة جديدة، دايما متجددين مع حضراتكم في اللقاء الروحي. سعيدة جدا أكون مع حضراتكم، وعايزة أقول لكل إخواتي وحبايبي وأبطال قناة الطريق ومشاهدين الكرام في كل العالم، كل سنة وحضراتكم طيبين، ميري كريسماس. بنحتفل الأيام الجميلة اللي احنا عايشينها الآن، في أيام حقيقي بنتذكر فيها مولود جميل اسمه يسوع، اتولد وجه من سماء، من أعلى سماء ومن عرشه عشان يجي ويدينا حياة وكمان يكون لينا أفضل. جه وساب كل حاجة علشان يقدر يدينا الحياة اللي احنا المفروض نكون عايشين فيها، عشان نقدر نكون نتقابل معاه في الأبدية لما نكمل رسالتنا على الأرض. عشان كده بقول لكل واحد فينا، اتمتع بالذكرى الجميلة بمولود الرب يسوع اللي احنا كلنا مستنينه في هذه الذكرى بنحتفل بيه. عايزه اقول لكم ان لو واحد طلع لمستوى كبير قوي ومنصب كبير قوي قوي قوي، صعب جدا اللي هو يكون بيستغنى عنه، وصعب جدا اللي هو يكون بيتنازل عنه. ولو حتى بعدم ارادته نزل، بيبقى حالته بؤس وزعلان جدا ومتضايق جدا. ليه؟ لانه كان واخد مكانه عاليه قوي، كان واخد رتبه رائعه، رتبه من اعلى الرتب اللي موجوده، لكن لما بينزل للاسف ممكن يجيله ضغط، ممكن يجيله مرض معين بسبب القهر والحزن. لكن عايزه اقول لكم الرب يسوع بنفسه جه علشان يدينا هذه الحياه المجيده الجميله، وساب كل حاجة، وساب العرش كله، وساب السماء كلها، والآب أرسل ابنه يسوع عشان يكون لينا فعلا هذه الحياة. عشان كده من فضلك بتواضع الرب يسوع، عايزين يكون عندنا النهاردة التواضع الحقيقي في حياتنا، ما نزعلش عن حاجة راحت مننا، ما نزعلش على مكانة راحت مننا. أكيد ربنا قاصد شيء في حياتنا، لكن بتواضعنا قدام ربنا ومحبتنا اكيد اكيد ربنا هيعمل معانا اشياء جميله في الوقت القادم. عشان كده عايزه اقول لكل واحد النهارده عنده كبرياء، ولو حتى سنه، لو عنده الكبرياء في موضوع معين او في امر معين او في وظيفه معينه، اكسر الكبرياء النهارده وخليك متواضع زي سيدك، خليك متواضع زي الرب يسوع جه في ارضنا عشان نتمتع بيه. وكمان امنا العذراء مريم اللي جه المولود الجميل الرب يسوع في بطنها، الاب اختارها علشان تكون ما بين النساء بتواضعها. يا طباقي يا عذراء، يا طباقي يا امنا العذراء، يا بختيها، يا بختيها شالت يسوع في بطنها. تعالوا مع بعض في هذه الذكرى الجميله، تعالوا نقرا هذه الاعداد مع بعضينا. لكن قبل ما نكون بنقرا، انا برحب جدا بضيفنا، بس هو اكيد غني عن التعريف، كلنا عارفينه،
وطلع معانا بعض الحلقات الماضية، هو جناب القس سمير قصد الله راعي كنيسة الإيمان في العزبة البيضاء في مصر، وبنقول له كل سنة وحضرتك طيب. من طيب منورنا ومنور الدنيا شكرا كلها. شكرا لك، كتر خيرك يا ودايما يا رب نشوفك هنا في استوديوهات قناة الطريق في أمريكا في ملء القوة والسعادة والبركة. شكرا لك، ربنا يباركك. باسم المسيح هنقرا مع بعضينا علشان داخلين على موضوع مهم قوي في نهاية عام وبداية عام جديد، نهاية عام 2014 وبداية عام 2015 مع حضراتكم. كل سنة وحضراتكم طيبين. هنكون بنقرا مع بعضيكم من لوقا، إنجيل لوقا الإصحاح الثاني من عدد 8. وكان ده الإعلان الثاني للرعاة في هذا الإنجيل، في إنجيل لوقا الإصحاح الثاني من عدد 8. وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما، فقال لهم الملاك لا تخافوا، فأنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب، وهذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقمطا مضطجعا في مزود. وظهر بغدة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. وهذه التسبيحة الجميلة، التسبيحة الرائعة اللي احنا عايزين نكون بنهتم بيها النهاردة مع حضراتكم في هذا العيد الجميل المجيد اللي نقدر نكون بنتذكر فيه المولود الجميل اللي احنا كلنا منتظرينه ومنتظرين هذا اليوم بفارغ الصبر، وبنتذكر ذكرى ولادته. عشان كده النهارده هنكون بنتكلم مع حضراتكم في موضوع جميل قوي وشيق قوي للغايه، يمكن في ناس كثيره قوي ممكن تكون محتاجاه في الوقت دوت، ازاي تدخل في العمق الالهي. عشان كده سمينا عنوان حلقتنا النهارده الاعماق الالهيه، ازاي بندخل لعمق جديد وعمق كبير مع رب يسوع في بداية سنة جديدة، الأعماق الإلهية. عشان كده هنكون في بداية الحلقة الأسيس سمير هيكون بيصلي لنا، وهنسمع المزيد والمزيد النهاردة ازاي نكون فعلا في حضرة ربنا بنتمتع بكلامه الجميل وبنستمتع كمان، وأنا مشتاقة زيكم بالظبط ان انا اكون بسمع مع حضراتكم. تعالوا نصلي مع بعض في بداية الحلقة، وبعد كده تابعونا هنكمل حوارنا مع بعضينا. اتفضل يا سيدي. يا رب يسوع أنا بشكرك بعظمك، لأنه مكتوب لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. أنا بشكرك يا رب. يا رب في الأيام دي بنحتفل يا رب كده بميلادك، لكن ساعدنا بتكون اتولدت في حياتنا مش مجرد ذكرى، لكن انت موجود في حياتنا يا رب. انا بعظمك بباركك يا رب. يا رب احنا بنودع سنة ونستقبل سنة جديدة، عشان كده بقولك من فضلك يا رب النهاردة اوصل لكل قلب يا رب، لكل نفس بتشوفنا النهاردة، لكل نفس بتسمعنا النهاردة، مش كلامنا احنا لكن كلامك انت، ان كلامك يبقى هو روح وحياة يا رب. اوصل لكل نفس تعبانة، كل نفس مهمومة، كل نفس حزينة يا رب. يا رب النهاردة عايزين النفوس دي تفرح يا رب ميلادك في حياتها، عايزين النفوس دي يا رب كده تشوف حياة جديدة يا رب لما انت تتولد يا رب في حياتها. يا رب انا بشكرك بعظمك من فضلك يا رب. محتاجين مسحة الروح القدس يا رب على كل كلمة نتكلم بيها يا رب في هذه الحلقة يا رب يسوع. يا رب اخفينا احنا تماما، اخفينا احنا تماما يا رب. اظهر انت في المشهد يا رب، تمجد انت في المشهد يا رب يسوع. يا رب النهارده احنا محتاجين ندخل الى الاعماق معاك، محتاجين يا رب نتلامس يا رب مع حضورك، محتاجين يا رب النهارده نشوفك يا رب بمجد يا رب غير عادي يا رب، بمجد مكشوف في حياتنا يا رب. من فضلك من فضلك انا بعلن النهارده يا رب، أنا في حاجة شديدة إليك يا رب، أنا في حاجة شديدة إليك يا رب، المشاهدين في حاجة شديدة إليك يا رب، مصر في حاجة شديدة إليك، العالم كله في حاجة
شديدة إليك يا رب، من فضلك من فضلك يا رب. ساعدنا ساعدنا يا رب ساعدنا. بارك حلقتنا النهاردة وخليها لمجد اسمك ولكل المجد. آمين. الله في وسطها فلن تتزعزع أبدا. استحالة يكون الله في قلبك وفي حياتك وحياتك تتزعزع. ولو حتى جاءت الرياح، وجاءت الرياح الشديدة على حياتك، لن تتزعزع لأنك ثابت. والثبات في الرب حاجة مهمة جدا، والدخول إلى الأعماق الإلهية حاجة مهمة جدا جدا جدا. عشان كده هندخل معاكم النهاردة لعمق جديد، وهنقلب الصفحة، هنقول يا رب صفحة جديدة مع يسوع، بداية جديدة مع يسوع. هنقفل كل صفحة قديمة بكل أحزانها وأتعبها ومشاكلها وهمومها، وهنفتح صفحة جديدة مليانة بالفرح والسعادة والمحبة لبعضينا. دي الصفحة الجديدة اللي عايزين ندخل معاكم في الأعماق الإلهية النهاردة في هذا اللقاء. عشان كده بنرحب بيك مرة تانية يا أستاذ سمير. تحب تقول إيه في بداية برنامجنا لكل عائلتك وأصدقائك والكنيسة وشعب الكنيسة في الكريسماس والعيد؟ أول حاجة أحب أقول لكم كل سنة طيبين. طبعا وحشتوني طبعا، ده ما فيهاش نقاش. لكن نفسي النهارده قبل ما نبتدي الحلقة بتاعتنا، العالم كله يحتفل بميلاد المسيح. الشخص الوحيد اللي قسم التاريخ، اللي غير مجرى الكون كله. بقول لك انا بشوف مناظر جميله جدا وانا ماشي، والكريسماس والناس كلها تحتفل بعد يومين، والناس مبسوطه جدا. لكن عايز اقول النهارده حاجه لكل مشاهدين النهارده، الفرح الحقيقي، الفرح الحقيقي عشان يكون في حياتك فرح دائم، هو ميلاد المسيح في قلبك، مش ذكرى المسيح. صح. للأسف احنا ساعات حولنا من الميلاد الى ذكرى. ما ينفعش، احنا محتاجين نعيش الميلاد. محتاجين اشبع بالميلاد، اتلذذ بالميلاد، مش مجرد ذكرى يوم 25 او يوم 7 يناير. لا لا لا، انا بقول يا رب انا محتاج اعيش يا رب ميلادك في حياتي. كل يوم هو ميلاد. كل يوم هو انا بتذكر ازاي اله عظيم، اله قدير، زي ما انت قلت في بدايه الحلقه، جه ونزل ليه؟ ساب كل شيء عشان يقول انا بحبك. عشان يقول انا بحبك. عشان كده النهارده محتاجين في الايام ديت هنودع سنه. خلاص هنودع سنه من مشاكل، من ضغوط. انت عارفه انا في بدايه الحلقه قلت لك انا مش عايز اعمل حلقه وخلاص. لا صح. هتكلم معاك النهارده بكل اللي في قلبي لكل المشاهدين ولكل الناس. الناس مضغوطه قوي، الناس تعبانه، ده حتى المؤمنين مضغوطين. وتلاقي مهمومين كمان. لكن الحل الوحيد النهارده مفيش غيره. يعني مثلا في كل حاجه ممكن ليها حل واثنين وثلاثه، لكن الحل الوحيد في نهايه السنه عشان ابتدي سنه جديده، ادخل الى حاجه اسمها الى الاعماق الالهيه. في السنه دي احنا معتمدين على نفسنا، يعني اهم حاجه هو انا ذاتي ونفسي ومشاكلي وضغوطي. لكن لما ادخل الى الاعماق الالهيه هو اللي يقودني. ونشوف النهارده في حلقتنا النهارده لما اخش الى الاعماق الالهيه هنكتشف كنوز مخفيه. لمين الكنوز ديت؟ ليا وليكي. من قبل مين؟ من قبل ربنا. احكي لكم قصه صغيره بس رب يعني فاكرها بس مش كامله في ذهني، لكن احاول اقولها لكم. كان في شخص بيقول لربنا يا رب انت بتدي فلان وتدي فلان وتدي فلان، انا يا رب انا فين؟ أنا عايش تعبان وعايش وعايش وعايش. قال له خد بالك، قال له أنت في كنوز. أنت مش أنت يعني أنت السبب، الكنوز موجودة ليك بس أنت مش قادر تفتحها. فكرني بواحدة ست ابنها سافر أمريكا. حلم أمريكا دوت يعني حلم الناس كلها، بس حلم سامحوني حلم زائف. الحقيقة هي مش في أمريكا، الحقيقة هي في يسوع.
كان عندها ابن سافر أمريكا وعايشة في عشة، كل مرة يبعت لها جواب، بعت لها ايه جواب كده هوت، وطبعا الكنيسة تعطف عليها، مش لاقية تاكل، وابنها عايش فين؟ في أمريكا. في أمريكا. راح جالها القسيس زارها في يوم، قال لها ايه يا ماما محتاجة حاجة؟ قالت له لا يا ابني أنا بس محتاجة آكل بس. قالت له ابنك اللي عايش في أمريكا؟ قالت له لا ابني كل مرة يبعت لي صورة. يبعت لي ايه؟ صورة. قالت ابوني ماما الصورة ديت، في كل مرة جواب يبعت لها، يبعت لها 100 دولار. يبعت لها كم؟ 100 دولار. وقعدت تحط الصور مجمعة مبلغ وقدره يعيش المدينة كلها، يأكل البلد كلها. قال لها يا ماما حرام عليكي، معاك الفلوس دي كلها وفي الآخر جعان. إن إحنا ربنا مدينا كنوز كتير جدا، بس إحنا مش قادرين عينينا تتفتح على ربنا. لما نخش للأعماق عارفة اللي يحصل؟ هنشوف الكنوز اللي لينا. هنسبة. هنعمل إيه؟ هنسبة في جمال الله. هنسبة في جمال الله، هنتسبي في جماله، هنتسبي في محبته. عشان كده أنا بصلي النهاردة، رب يدينا النهاردة عطش وجوع لعمل الروح القدس فينا، يحول الجفاف إلى ارتواء، يحول الجوع والعطش. عارف انت جعان؟ انا نفسي اخاطب المؤمنين النهارده، واخاطب نفسي انا اولكم. ساعات ببقى اكون جعان رغم الاكل قدامي، بس مش قادر اكل عشان مش داخل العمق. ساعات بنعيش حقيقي، ساعات بعيش تعبان ومضغوط ومتضايق رغم ان كل حاجه متوفره ليا. عارفه يا رانيا ليه حال الكنيسه تعبان؟ ليه حالنا احنا تعبانين؟ ليه حالنا بنشكي؟ ليه حالنا تملي؟ يعني هو تحت عشان خاطر احنا مش قادرين ندخل العمق الالهي. صح. انا بصلي في اليومين اللي فاتوا بقول له يا رب انا محتاج يا رب ادخل العمق عشان اشبع بيك، انا عارف لما اخش للعمق خلاص حياه تانيه، شبع تالي. عشان كده بصلي النهارده ليا وليكي ولكل اعزائنا المشاهدين النهارده، تعالوا نروح رحله الى الاعماق الالهيه. ساعات يقول لي، كان في حد من الناس يقول لي تعالى نفسي اوديك نيويورك، رحله جميله في نيويورك تشوف حاجات ما شفتهاش، او تعالى اوديك لاس فيغاس، او لاس فيغاس. لكن في الاخر كل ده عباره عن زي ما بيقول عنده كتاب سيحترق، ستحترق الارض والمصنوعات التي فيها. لكن النهارده عايزين نروح رحله الى الاعماق الالهيه، هنستمتع بها اول النهارده. امين باسم يسوع. امين. اعزائي المشاهدين، صدقوني لو اقول لكم مش عشان خاطر القسيس سمير معايا في الحلقة، لكن أنا بشكر ربنا من أجله ومن أجل المسحة اللي ربنا عطاها له. حقيقي مسحة، وقوة الروح القدس داخله موجودة جواه. بشكر ربنا من أجل الصلوات اللي جت في الحلقات اللي فاتت، الحلقة اللي فاتت لما كان معانا القسيس سمير، والاستجابات اللي احنا استقبلناها من الصلوات التي رفعت من الناس المضغوطة والتعبانة والمشاكل، لكن ربنا فعلا اداهم استجابة رائعة جدا. شكرك. مش عشان صدقوني موجود معايا، لكن انا بشهد ودي حقيقة انا عايشاها ولمساها جوه القسيس سمير. حقيقي رجل الله بالفعل، رجل الله ممسوح من الله. لو محتاج اي طلبة صلاة هنكون بنشارك معاك النهاردة من خلال عدسات قناة الطريق اللقاء الروحي، ومن خلال عادتنا معاكم احنا جايين هنا عشانكم، عايزين نكون بنتحد كلنا ونشبع ونتسبي في جمال الله، جمال الرب يسوع. وعايزين نكون بنرفع صلوات النهاردة لكل حد محتاج طلبة صلاة وحلم جواه نفسه يتحقق في سنة جديدة. يمكن تقول ربنا اتأخر عليا شوية، لكن هنقول كده انتظارا انتظرت الرب، فمال إلي
وسمع صراخي. الله بيسمع صراخات قلوبنا، بس ما علينا اللي احنا الكل بنصدق. صدقوني، نتحد مع حضراتكم. يمكن حضراتكم هتتصلوا بينا وهتطلبوا مننا. انا بشكر ربنا من اجل الرسالة اللي جات لي على الفيسبوك حقيقي من استراليا، من اخواتي وحبايبي اللي موجودين هناك. اخت فاضلة اسمها الاخت بيلا بعتت لي كده. بشكر ربنا من اجل المعجزة الرائعة اللي ربنا عملها مع ابنها ومرات ابنها. 7 سنين، 7 سنين. ولما كنت في زيارة هناك في شهر 8 اللي فات، كانوا يعني بنبكي بالدموع قدام ربنا عشان ربنا يكون بيستجيب. واستقبلت رسالة جميلة قوي من على الفيسبوك بتقول: بجد يا اخت رامي مش عارفة اقولك ايه، حقيقي فرحانين جدا بالمعجزة اللي ربنا عملها. بعد 7 سنين مرات ابنها حامل في الشهر الرابع. هللويا، مجدا للرب. انا مبسوطة جدا جدا. اخبار مفرحة، تسمن العظام. عارفة الاخبار حلوة تعمل ايه؟ انا حساها، تسمن العظام. انا حساها، حاسة كل واحد فرحان كأني انا بالظبط فرحانة زيه. انا معايا ده. احنا النهاردة كمان هنعمل حاجة جديدة على القلب اعملها. كل من هو محتاج ده بشر هنتنبأ النهارده تنبؤات. أمين. النهارده هللويا. نتنبأ هللويا. على هذه العظام. هللويا. ده موضوعنا. هللويا. كمان النهارده هنتنبأ النهارده على المرض. ما فيش مرض. هنتنبأ هللويا. النهارده باسم المسيح على احتياجات. هللويا. الله يسدد جميع احتياجات. أمين. ونعرف ازاي ناخد من قلب الله، ازاي ناخد من ايد ربنا الوقت اللي جاي. امين باسم يسوع. انا واثقه، انا واثقه حلقتنا النهارده باسم يسوع تكون ممسوحه، ممسوحه بالروح القدس باسم المسيح. لكن عايزين نتوجه لسؤال مهم قوي يا سيدي سامي. اتفضلي. بيقول كده: هل الدخول الى الاعماق الالهيه ده مطلب الهي؟ هل الدخول الى الاعماق الالهيه مطلب الهي؟ اكيد ده على قلب ربنا، ودوت اللي سيد المسيح لكل المجد اللي طلبه مننا. تعالي نقرا مع بعضينا في حوار شيء جدا انا استمتعت بيه امبارح وانا عم اقرا في انجيل لوقا اصحاح 5. انجيل لوقا اصحاح 5. بصي، لما رب يسوع دخل السفينه وبدا يتكلم الناس، فبعد كده قال له ايه؟ قال لبطرس كده كلمات حلوه قوي. هنشوف الدخول الاعماق الالهي مطلب الهي في شاهدين، هنشوفه في لوقا 5 ونشوفه كمان في حزقيال 47 عدد 3. بصراحه ببساطه جدا، ان رب دخل السفينه، اول ما بدخل السفينه قال لبطرس كده اركب معايا، وبدا يكلم الناس. فبدا ربنا يقول لبطرس: بصي اسمعي كده، عدد 4، ابعد الى العمق. ده مين بيقول الكلام دوت؟ السيد المسيح لكل المجد. ابعد الى العمق والكوا شبككم للصيد. اول حاجه حوار كده، انا بتخيل الحوار دوت. طبعا في كتاب قال حاجات، لكن انا اتخيل حاجات تاني. اول حاجه ربنا ربي سأل لبطرس: ادخل الى ايه؟ العمق. للعمق. بطرس في ذهنه يقول: يا رب، طب ما احنا يعني ده خبرتنا احنا، يعني انا راجل شاطر، ويعني اتعلمني ازاي اصطاد، انا عندي سنين خبره كتير قوي في الصيد. بس هو رد عليه برد، يعني ايه رد حلو؟ قال له ايه؟ بصي، تعبنا الليل كله ولم ناخذ شيئا. ولم ناخذ شيئا. بصي، بتخيل كده يسوع بيقول له كده: انا عارفك انك تعبت، وانا عارفك انك يعني خلاص يئست، ما فيش حتى سمكيه واحده، لكن انا هبتسم لك النهارده يا بطرس. بتخيل كده ان ربنا كده من غير الكلمات ديت بدا يبتسم لبطرس، يقول له: طب اسمع كلامي، انا عايز اعلمك حاجه جديده النهارده، انا مش عايز شويه سمك بس، انا عايز اعلمك حاجه جديده. فابتسم يسوع لمين؟ لبطرس. قال له ايه؟ خش جوه، ما تخافش، هتصيب المره دي، مش هتخيب معاك المره دي. قال له ايه؟ قال له ادخل. قال له: على كلمتك اعمل ايه؟ على كلمتك القي الشبكه. هنا ربنا كان عايز يقول كده بطرس حاجه مهمه. قال له: يا بطرس، انا مش عايزك تصطاد سمك، انا عايز اعلمك تخش للعمق. علشان ايه؟ علشان تصطاد ناس.
انا عايزك تخش العمق عشان خاطر ايه؟ تصطاد ناس. قال له على كلمتك القي الشبكه. بطرس يعني خلاص ما ناش حاجه. طلب ربنا النهارده ان عايز اخش انا للعمق. لما اخش العمق هنشوف النتيجه اللي حصل ليها بطرس لما دخل العمق اللي حصل له. خليك معايا في كتاب نفس الاصحاح اصحاح 5. عد معايا كذا حاجه حصلت. اول حاجه امسكوا سمكا كثيرا جدا. فاكرين الحوار اللي قلت لكم عليه في البدايه؟ انا عايز اعلمك يا بطرس انك ازاي تصطاد نفوس. في عزة واحدة بطرس اصطاد كم نفس؟ 3000 نفس. حياة الملء. لما بطرس دخل العمق الالهي، لما بطرس بدا يمتلي من روح الله في كلمات بسيطة جدا، جاب 3000 نفس. ليه احنا في كنائسنا بنصخ ليل ونهار؟ مفيش نفوس بتخلص. انا بقول لنفسي وبقول لكنيستي، نحن نحتاج في نهايه السنه والدخول لسنه جديده، نحن نحتاج ان ندخل الى الاعماق الالهيه. انا عندي شعب كنيستي كبير. انا مش بقول كلام مبالغ فيه. ممكن كنيستي سامعه كلامي وعارفين اللي بقوله كويس. كنيسه حضور الكنيسه عندي تمتلي على الاخر، وبنجيب كراسي كمان ان ما بيكفيش الحضور من حد صباحا. لكن انا محتاج، انا بقول يا رب محتاج يا رب حياتي المسحه مش العدد دوت بس، لا لا لا، احنا محتاجين مش يحتر، محتاجين النفوس دي كلها ترجع ليك، النفوس دي كلها تعرفك. ده امر الهي، ده مطلب سماوي. ادخل الى عمق. اول حاجه امسكوا سمكا ايه؟ كثيرا جدا. وعذر حاجة النهاردة، هنا بطرس اختفى عن المشهد. اللي ظهر هو السيد المسيح. بطرس ما كانش هو اللي بيتكلم، لكن كان الروح القدس، حياة الملء. يا جعانة نفسك في سمك؟ سمك طازة كده، سمك كده حلو. يا لما نجيب نفوس كتير قوي للمسيح. في يوم من الأيام كنت بفكر عايز اصطاد، فاخدت صناره ورحت على البحر، ارمي الصناره مفيش. اول لما صدت سمكه فرحت قوي. اي نعم هي اسمها بسراي، يعني سمكه صغيره بسرايا وحاجه زي كده. فرحت قوي، مسكت ايه سمكه. كمان شويه خدت ايه، جبت 5 6 سمكات صغيرين، بس كنت فرحان. روحت البيت يا دوبك ما حيقتهمش، كان نضفتهم كده وقليتهم وكلتهم على طول، كنت مبسوط جدا. أنا في نهاية السنة ديت بقول له يا رب اديني يا رب نفوس تتخلص. نفوس يا رب تعرفك من خلال الشاشة، من خلال الكنيسة، من خلال العمل الفردي. يا رب هدفي يا رب إني نفوس تعرف اسمك. دوت السمك، السمك الكتير والكبير كمان. تاني حاجة فصارت شباكهم ايه؟ تتخرج. بطرس كان داخل يصطاد، خدي بالك بس للحوار معايا. بطرس بدا يعمل ايه؟ يصطاد. الشبكه اتملت على الاخر. قال لي ايه؟ في سفينه جنبه زمايله، تعالوا يا جماعه ايه؟ تعالوا معايا. انا لما ادخل حياه العمق وانا قاعد كده اهوت هفيض عليكي. يعني الدخول حياه العمق الشباك بدات تتخرج، بمعنى ايه؟ ان لما انا ادخل لحياه العمق ان انا بفيض عليكي. صح. يعني اقول لك حاجه، مش ساعات بتشوفي ناس تقولي الناس دول انا لما اقعد معاهم بحس بايه؟ براحه. ده انا بتبارك. ده انا بركة. ان انا باخد بركه من الناس ديت. حقيقي. هنا لما الشبكه اتملت قوي وبدت تتخرج، تعالوا يا جماعه خدوا تعالوا يا جماعه ده في خير كتير. لما انا امتلي من روح الله، لما ادخل الى الاعماق الالهيه، او لما اقعد مثلا مع رانيا تشعر بسلام. لما انت تخشي بيتي، ده بيتي فيه بركه. ليه؟
ان هذا الشخص شخص ممتلئ، شخص عرف يدخل الى الاعماق الايه، عرف يدخل الى الاعماق الالهية. فده مطلب سماوي، ده مطلب الهي. ربنا قال لبطرس ادخل الى العمق، وكمان قال الكلام دوت في حزقيال 47 عدد 4 معايا. شوفي كده لما بدا يخش كده في مجرى النهر، قول كده واخذ 1000 ذراع وايه وعبرني الى الكعبين. وبعد كده لا لا لا، ده في حاجه تانية، عايزك تخش العمق اكتر، الى ركبتين، بعد كده الى الحقوين، هنفهم يعني الكلام ده، بعد كده الى نهر سباحه. ده يا رحت البحر قبل كده؟ كتير. طيب دخلتي جوه؟ لا في الحقيقه مش جوه قوي. بتخافي؟ طيب اللي يقف على البحر في البدايه اللي على شاطئ البحر ياخد حاجه، ياخد ايه؟ ياخد سامحوني في التعبير زباله في البحر. زباله البحر بالظبط. دي طيب. حقيقه. لما اخش جوه شويه استمتع، بس في حاجه وانا داخل لجوه صعب شويه، بخش بصعوبه، ان الميه مالها موجه بدات تكتر، غير الموجه تكتر. لا مش على الموجه تكتر، ان كل ما اخش للعمق غرق يعني، كل ما اخش في يعني قوه بدفع جوه معايا. كل ما اخش للعمق الالهي، كل ما روح الله هو اللي يقودني، هو اللي يستخدمني مش انا اللي استخدمه. صح. يفعل ارادته وليس ارادتي انا. هنا الكعبين، انا بشبه هذا التعبير، الدخول الى الكعبين هي البدايه مع المسيح. التلاميذ كانوا يعرفوا الرب يسوع مش كده؟ صح. بدايتهم كانت امتى؟ مش لما عرفوه. البدايه الحقيقيه لما كانوا في العليه. في العليه في الصلاه. معي. صح. يعني بطرس تعالى. تعالى وراي، تعالى يا متى. بدا يتعرف وبدوا يمشوا معاه 3 سنين وثلث. لكن هنا الرمز اللي انا بشوفه انا من خلال كلمه الله، هنا قيس 1000 ذراع الى الكعبين، بمعنى هي البدايه. البدايه مع مين؟ البدايه مع المسيح. وشفنا التلميذ البدايه مع المسيح في العليه. طب ركبتين، كان في خادم يقول لي ايه؟ لو ركبك بتوجعك، ها؟ لو ركبك بايه؟ بتوجعك، دي بدايه مبشره. لو مناطقك بتتقطع من ناحيه الركب حاجه كويسه. هنا ركبتين بيدل على الصلاه والسجود والشركه، عمق رائع. انا محتاجه. عزيزي المشاهد، انا النهارده بكلم نفسي مش بكلمك انت. الكلام ده ليا وليكي وكل اعزائي المشاهدين. وانا محتاجه برضه. طيب خدنا الكعبين وركبتين، بعد كده ايه؟ الحكاوين. عارف الحكاوين هنا بمعنى ايه؟ ببعد عن مشيئتي وبعلم مشيئه الله في حياتي. ده الحكاوين. طيب كلما يزداد عمق المياه يزداد توجيه الروح القدس ليا. عارفه يقول كده بالروح تميتون اعمال الجسد. كل ما تبقى علاقتي بربنا روحيه، كل ما ادخل العمق الالهي اكتر، كل ما ربنا يقدر يوجهني، كل ما الروح القدس يقدر، خدي بالك يعمل ايه؟ يقدر يقودني. كنت عمال اقرا في التامل بتاعي في اعمال، انا دلوقتي عمال اقرا في اعمال الرسل. لفت نظري في اعمال الرسل اصحاح 18 لما بولس كان بيتكلم مع اهل كونسوس. بولس شافهم ناس يعني صعبين قوي، وناس يعني عندهم حياه تانيه. بولس قرر يمشي، لكن الروح القدس منع بولس انه يسيب اهل كونسوس وقعد قد ايه؟ خد بالك، قعد معاهم 18 شهر، ده في اعمال كام؟ اعمال 18 اللي حب يرجع. انه بولس بدل ما يخش للاعماق الالهيه بدا ايه؟ بدا الروح القدس هو اللي يقوده. بولس كان خايف انه يفشل في الخدمه هناك، لكن الروح القدس قال له كده، انا ليا ناس كتيره في هذه المدينه. الدخول الى الاعماق يسبي.
حبيبي سباني. عارف يعني سبي؟ السبي انا بقوله كده، السبي هي حاله من حالات الهيمان الروحي. الهيمان عارفين واحد هيمان؟ هيمان واحد كده شايف، شايف ايه؟ مش شايف، ده مش حاسس بنفسه خالص. مزبي يعني. عجبني سمعت كلمات اثرت فيه قوي. الاب متى المسكين كان عنده صيدليه وعنده شقته، فكر انه يعيش مع ربنا، وعنده ابوه وعنده امه وعنده اخواته. قال الكلمات ديت في وداني مش قادره تخرج. قال لك انا اول لما قررت اسيب دوله، ساب الصيدليه بيعدي الكونترات بتاعها وساب البيت بتاعه وساب كل حاجه. واو. قول كده، اول لما خرجت قال لك انا حسيت ان انا نسيت ان ليا اب وليا ام وليا اخوات. قال له انا مش عارفك انت ايه. حالات السبي بتخليني انسى زماني وانسى مكاني، انسى كل حاجه. كلمات اتأثرت فيا قوي عن الاب متى المسكين، ازاي لما ادخل الى العمق الالهي انسى كل حاجه عندي، حتى اقرب الناس ليا انساهم. ايوه حبيبي ابيض واحمر. عفا تقول عاوز نشيد الاجهاد، اني مريضة حبا. أيوة. ايه ده؟ في حد مريض يحب المرض؟ ايوه حب يسوع احلى مرض. لما ادخل العلاقة معاه وحياة الشبع وحياة الملء وحياة البركة انسى كل حاجة. عفا قال له كده، سمعت اللفظ ده من الاب متى المسكين. قال له انت اناني. قال له ربنا، قال له انت اناني. بمعنى ايه؟ مش اناني بمعنى، قال له بمعنى انت استحوذت على كل حاجه فيا. عارفه لما تيجي تقعدي كده في خلوتك الشخصيه في حاله سبي، انا اقول لكم عن اختبار 4-5-6 ساعات حقيقي حين هو الرب. انا بقول الكلام ده عن اختبار. لما اكون في حاله السب يا رب اديني اعيش حاله السب على طول يا رب معك. يا رب اديني يا رب اشبع بيك اكتر. عارف 5-6 ساعات كده هو ايه ده؟ ايه ده؟ الساعه 7 الصبح دلوقتي الساعه 12 ازاي؟ اصل ده السبي. ده الدخول الى الاعماق. دي حاله باسمها من حالات الارتواء، حالات الشبع. انا حاسس بيك دلوقتي انك نفسك حقيقي تكوني في حاله سبي حقيقي. حاسس برضو اعزائي المشاهدين النهارده عايزين ندخل الى نهر سباحه. نهر سباحه ملوش حدود، لا يعبر لا يعبر. حياه المسحه ده، وتعرف نهر السباحه ده ايه؟ حياه المسحه. حياه الملء، مواهب الروح القدس. عزيزي المشاهد، اخويا اللي اختبرت ربنا، انا عارفك لما تسمع الكلمه دي بتشتاق بتقول انا فين من ده كله. انا زيك بالظبط، خلي بالك. اوعى تفتكر اللي قاعد قدام الكاميرا دوت ليه جناحات وهيطير. لا. لا لا لا، انا محتاج زيك. بس خلي شهوة قلبك، خلي بصلاة بلجاجة أصحى من النوم أقول له يا رب أنا عايز أخش العمق. طول اليوم وأنا في الشوبنج وأنا في خدمتي وأنا في زيارات وأنا في أي مكان أنا عايز أدخل العمق معاك. لما أشوف أي حاجة مش بترضيك يا رب أنا عايزك أنت. طول اليوم طول الوقت لسانك يقول لربنا يا رب أنا عايزك. صدقني يقول كده كتاب، حتى الآن لم تطلبوا شيئا. فكر الله وقصد الله انك تدخل الى العمق، تدخل الى حياة المسحة، حياة البركة. نفسي قبل ما اكمل معاك النهاردة تيجي نصلي مع بعضينا النهاردة. امين باسم يسوع. عايزين نصلي لكل واحد مشتاق ياخد
حياة العمر, يدخل العمر. محتاجين قوي نصلي الموضوع ده. يمكن لو شخص محتاج هذا الأمر وهو مكسوف ممكن يكون بيدخل على هوا. لكن عايزة أكون بشجع كل الناس يا جماعة, يعني لو حابب تدخل للعمق أكتر ونصلي معاك, ولو أنت بعيد عن يسوع تقدر تكون بتقرب ليه, ده مش عيب ولا كسوف. يعني أنا مش عايزاك تتكسف أو تتكسفي, ده بالعكس. وأيضا لكل حد محتاج نكون بنشاركه النهاردة في طلبة صلاة معينة وأمر معين في حياتك. يمكن الله بيشاور على أمر في حياتك عايز تاخده جديد. الله بيقول لك أنا صانع أمرا جديدا الآن ينبت. الرب عايز يعمل أمر جديد في حياتك, هيصنع أمر جديد, بس أنت صدق. تعال نصلي. تفضل يا سي سمير. معلش عايزك قول الكلمات ديت معايا. بقدم نفس ذبيحة حية إليك مرضية مقدسة أمامك. قل يا رب بودع نهاية السنة بالكلمات دي يا رب. أنا عايز أخش العمق معاك في أي مكان. صلي معاك الكلمات دي. يا رب يسوع أنا بشكرك لأجل طول السنة عينك عليا في همي ومشاكلي. انا عارف ان انا السبب, انا عارف ان انا اللي غلطان, لكن النهارده انا باجيلك, النهارده باجيلك باشتياق, باجيلك النهارده وعايز اقول لك وحشتني. عايز اقول لك نفسي اخش للعمق معاك, نفسي اشبع بيك يا رب, نفسي اتلذذ بحضورك, نفسي يا رب أكون في حالة سبي معاك يا رب. اسبيني بجمالك, اسبيني بمحبتك. أنا بعلن النهاردة يا رب أنا هخش للعمق معاك يا رب, لكن من فضلك يا رب امسك إيدي يا رب. كيس ألف ذراع وعبرني يا رب, اتخني يا رب إلى العمق من فضلك. أنا بسلم لك حياتي, بسلم لك كل شيء عندي. أنا بصدق فيك يا رب, بصدق فيك يا رب إنك إله عظيم, إنك إله قدير, إنك تقدر وإنك أنت عاوز كده. وأنا يا رب بسلم لك حياتي ولكل المجد. آمين. أعزائي المشاهدين هنطلع فاصل ونسمع الترنيمة اللي جاية مع بعضين أولاد لنا, ونتمتع بهذه الكلمات والألحان, ونرجع لكم مرة تانية. انتظرونا, ابقوا معنا.
ولده لنا ولده لنا اليوم مخلص للشعوب اسمه يسوع. رجعنا لكم مرة تاني أعزائي المشاهدين بعد ما سمعنا الترنيمة العظيمة ولد لنا مخلص جه خلص الشعوب. بشكر ربنا من أجل حضوركم معنا واستمتاعكم معنا بهذه الحلقة، وأيضا بنشكر جناب الأسيس سمير، أهلا بيك مرة تاني بعد الفاصل يعني لحضورك معنا. وبنتكلم النهاردة عن الأعماق الإلهية، إزاي نكون بندخل لعمق جديد مع رب المجد يسوع المسيح في نهاية سنة، أو بنودع سنة راحت بكل متاعبها وبنبتدي سنة جديدة مع شخص المسيح في عمق جديد. لكن عايزين نعرف أكتر ما هي الخطوات اللي ممكن نكون ندخل فيها، ندخل فيها لعمق جديد مع الرب. طيب عشان أدخل أودي تيجي كلمة اسمها إيه؟ أخوك. أنا دلوقتي عشان أدخل عندك لازم أخرج من البيت عشان أجيلك. صح، يعني عملية خروج؟ قبل الدخول. خروج الأول. عشان شعب إسرائيل يدخل إلى أرض كنعان، الأرض اللي تفيد لبن وعسل، لازم يخرج من أرض مصر، أرض الذل والعبودية، أرض المهانة. عشان الشعب، خدي بالك، عشان أقدر أدخل إلى الأعماق الإلهية لازم أخرج. يقول في عدد 4 حزقيال 47 عدد 3: وعند خروج الرجل نحو المشرق. عزيزي المشاهد النهاردة، عشان تدخل ونشوف الخطوات اللي تخليك تدخل إلى العمق الإلهي لازم أخرج. في كذا حاجة لازم أخرج منها، الرب حطهم على قلبي وأنا كتبتهم النهاردة عشان يعني كم ده أقول مرة تانية ليا ولكل أعزائي المشاهدين. محتاج أخرج أول حاجة بره نفسي. وهنا سؤال مهم أو بيطرح نفسه، إيه هي أهم حاجة عندي؟ إيه هي أهم حاجة عندك؟ إيه هي أهم حاجة عند حضرتك؟ هل هو حب الظهور؟ أنا لازم أكون في المرتبة الأولى، أنا كرمت وبس، أو الشهرة، أو الشهرة. يا سلام، طب ليه ما بقاش انا حاجه زي كده؟ لو انا ما قدرتش اخرج بره نفسي مش ممكن ادخل الاعماق الالهيه، مش ممكن امجد اسم ربنا ابدا. محتاج اخرج بره نفسي. اقول كذا حاجه، كل واحد عارف ايه هو نقطه وجعه. هل حب الظهور؟ هل حب المال؟ في ناس تتمركز حوالين نفسها، حوالين ازاي تجيب فلوس، وفي الاخر تقول لك ايه، انا عايز اشبع بربنا. ايه اهم حاجه عندي؟ نفسي؟ فلوسي؟ محتاج اخرج بره الضعف اللي انا عايش فيه. يقول كده كتاب: لماذا انت ضعيف يا ابن الملك من يوم، من صباح الى صباح. محتاج اخرج بره شهواتي ونزواتي. انا مش عارف يا ترى انت محبوس في ايه جوه نفسك. أنا مش عارف إيه نقطة اللي خلاك مش قادر تدخل إلى الأعماق. لكن اللي أنا عارفه حاجة واحدة بس، عشان أدخل لازم أخرج بره نفسي، لازم أنسى نفسي. مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يعمل إيه؟ يحيا فيا. يحيا فيا. هل يا ترى أنا لسه محبوس؟ هل أنا لسه ما خرجتش بره نفسي؟ عارفة أكتر حاجة تدمر علاقتي مع ربنا هي نفسي، مش اللي حواليا. لما أبص لنفسي كدوت، مظبوط، أبص ضعفي، ضعفي من ناحية مثلا خطية معينة، شهوة معينة، حب معين لحاجة معينة، بحصو نفسي كدوت. عارفه واحد محصور جوه نفسه؟
تعال اشبع بربنا. مش قادر. دايرة. دايرة مغلقة. عشان كده اقول لك النهاردة ايه؟ اخرج برا نفسك. اتنين، انا محتاج اخرج برا بيتي. اعز لكم على سر النهاردة. كنا متفقين انا والاخت رانيا النهاردة نعمل حلقة عن العلاقات الزوجية. مظبوط. وبديتها الكتاب اللي انا كتبته. نفسي اكون كمان بعلن عنه بالمره بقى اذا كان جبت سيرته بقى يا سيس. اتفضلي. الكتاب دوت اسمه الانهيار. انا بشكر ربنا من اجل الاسيس سمير، ربنا مديله حاجه اسمها المشوره، المشوره في المشاكل الزوجيه. عشان كده هو كتب الكتاب دوت رائع رائع رائع. هو صغير في الحجم لكن مكتوب بعمق روحي كبير جدا. ازاي تكون علاقتك كويسة مع مراتك، علاقتك كويسة مع زوجك. عشان كده انا بحمسكم اللي انتوا تكونوا بتصلوا بينا، بشجعكم حقيقي انك تكونوا بتقتنوا هذا الكتاب اسمه الانهيار، وعايزين نعرف عنه اكتر. اسيس سمير بعد اذنك. الكتاب دوت هو يعني من كتر المشاكل اللي بشوفها في الخدمة عندي، انا ما اعرفش ليه توجهت لهذا المجال، لكن رب حط على قلبي اني اكتب كلمات عمليه فعليه تساعد الاسره ازاي ما بقاش في انهيار. الكتاب دوت انا كتبته عن حاجه اسمها الاستبيان والاستبيار. بالمناسبه لما كتبت الكتاب دوت حصل عليا هجوم شديد جدا ومدح شديد جدا، يعني كفتين موازين لبعض. اني اعتبر كاول قسيس يعني اتجاصى اقول الكلمات ديت يكتب بانفتاح بالشكل دوت. يعني كتب بانفتاح جدا جدا ان احنا عايزين مش لا عايزين نجيب مشرط ونفتح الجرح ونطلع اللي فيه وبعد كده نخيط. مش عايزين نحط كده يعني ايه بلاستر ونحط شويه مرهم وبعد كده يرجع الجرح مره تانية. الكتاب دوت بيتضمن المشاكل الأسرية اللي بتخلي البيت ينهار. طبعا بترتيب منمق جدا، واتمنى يعني انا اتمنى ينال اعجابكم الكتاب دوت ويكون سبب بركة لكم. بس الكتاب دوت هو واقع وليس كلام. يعني اغلبية القصص يعني كاتب في قصص، هي مش قصص، هي حاجة، هي حياة عملية او مشاكل عملية لبعض الناس خدتها بس طبعا بشكل غير مباشر واضفتها لكي عشان تكون سبب بركة للناس وازاي الناس تتجنب المشكلة اللي هي موجودة فيها. روعة. وانا كمان بشجع مرة تانية مع زي المشاهدين، مشاهدين قناة الطريق، تقدر تكون بتتصل بينا علشان تكون بتقتني هذا الكتاب اسمه الانهيار، علشان لما تقراه اكيد 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 في كلمات هتكون بتلمس قلبك من المشاكل المحيطة بينا، مشاكل زوجية كثير قوية. ويمكن احنا بنتعرض لمشاكل كثيرة هنا، هو مكالمات تليفونية من بعض الناس اللي فعلا بيتهم انهار وطالبين صلاة وطالبين حقيقي ان الله يتدخل بقوة عظيمة جدا في هذا البيت، لان البيوت لو اتدمرت لو ابليس دخلها يبقى كده فعلا في انهيار. لكن باسم المسيح ما جمعها الله لا يفارقه انسان. اقتني هذا الكتاب واكتب اسمك وعنوانك واحنا هنكون بنبعته لك في الميل، علشان كمان احنا بنشجعك تقرا اكتر وتستمر، لان القرايه دي حاجه جميله قوي بتغذي الروح والنفس. كمان يعني بالمناسبه ان ان شاء الله الوقت اللي جاي هقدم سلسله حلقات من بالظبط بالظبط، هيكون في حلقات هتوزع مباشر كمان واتصالات مباشره. ايوه من مصر هتكون معانا من استديوهات داخل مصر باسم المسيح، وهنكون تحت برضو مسمى جميل قوي هنكون بنعلن عنها في الوقت اللي جاي علشان تكونوا بتتابعوا البرنامج مع الاسيس سمير في مصر. امين في اسم يسوع. أنا هيكون كمان اكتر حاجه مبسوط بيها انه هيكون مباشر، عشان نفسي اعمل ندوه مع الناس مباشر او كلام مباشر عشان نقدر نعالج بعض الامور ونكون سبب بركه في بيوتكم وسبب بركه لكم باسم يسوع. امين باسم يسوع.
نرجع لموضوعنا، نرجع لموضوعنا الدخول الى الاعماق. ما هي الخطوات الدخول الى الاعماق؟ اول حاجه قلت عشان ندخل لازم نخرج. اخرج اول حاجه بره نفسي، دايره نفسي بره بيتي. في الحقيقه احنا في الايام دي بنشوف اجساد ممزقه، اجساد تنزف دماء. اين هو الجسد الواحد؟ تلاقي الزوج والزوجه الاثنين متنافرين. نسمع عن الطلاق، انا بقول عجبي على هذا الزمن. كثره الطلاق في المسيحيه، خدوا بالكم المسيحيه لا توجد فيها طلاق. ايوه، هي زوجه واحده طبعا وزوج واحد. لذلك يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون الاثنين ايه؟ جسدا واحدا. اين هو جسد الواحد؟ انهار. عشان كده النهارده عارف لما تخش للعمق تقول كده: اما انا وبيتي فلنعبد الله. فلنعبد الرب. انا عارف ممكن الفتره اللي فاتت تعرضت مع بعض الخدام مشاكل مع زوجاتهم، للاسف انا بقول الكلمات ديت كلمات مؤلمه، عشان كده مش عارفين يخدموا. ياما خدام خدماتهم انهارت بسبب خلافاتهم الزوجيه، ياما ناس اتدمرت بسبب هذا الامر. عايز اقول النهارده حاجه، النهارده اخرج بره المشاكل ديت. العلاقه الزوجيه هي من الصراع، لا انا مش بصارع، ده انا وشريك حياتي بنعمل انا وشريك حاجه بنجاهد عشان نوصل مع بعضينا. الناس تفتكر ان الحياه الزوجيه كلمتي انا وكلمتك انت، لا. الله لما صنع الاسره ديت عايز كل واحد فيهم يعمل ايه؟ كل واحد فيهم يعني يتكئ على ذراع الاخر ويمشوا في درب هذه الحياه. عشان كده لما انا ادخل العمق هنسى نفسي بقى، مش هقول كرامتي، مش هقول هي عملت او انت الغلطانه او هو اللي غلطان، لا. لما ادخل الى الاعماق خد بالك انا بنسى نفسي وبقبل اللي قدامي. يعني انا دلوقتي لو مختلف مع شريكة حياتي، لكن لما اكون عايز اخش للعمق لا خلاص انا هنسى كل ده، هنسى كل الحاجات دي، كلها حاجات بسيطه جدا. كمان اخرج بربيتي من ناحيه اولادي. يمكن اباء كتير وامهات كتير جدا بيقولوا لي احنا عندنا مشكله في اولادنا، خوفنا على اولادنا، عدم التوافق، لازم اخرج بره البيت. يعني من احب ابا او اما او اختا او زوجة او ابنا اكثر مني فلا يستحق ربنا الاول. عايز اقول لك النهارده ربنا الاول. لما تدخل العمق زوجتك هتكون في ايد ربنا. اللي خايف على زوجتك قوي، اللي حاسس ان الدنيا معاكم مضطربه، عايز اقول لك حاجه النهارده، ادخل العمق وسيبها له هو. اللي اولادك في سن المراهقه او في مرحله الشباب متوتر وخايف ومضطرب، يقول الكتاب هذه الكلمات: حاشا لي فان اكرم الذين ايه؟ اكرم الذين يكرمونني، اما الذين يحتقرون ايه؟ يصغرون. مظبوط. اخرج بره نفسي، اخرج بره بيتي. اقول الكلمات ديت ويسامحوني فيها، انا عارف هي كلمات صعبه. اخرج بره كنيستي أو عقدتي. اللي يكسر قلبي قوي يا رانيا في اللي بشوفه التعصب. أقول لك أنا شبعان بربنا، مش عارف أشبع بربنا، طب ما أنا متعصب. في صراع الكنائس، كل كنيسة تهدم في التانية. إحنا واحد، إحنا واحد. عايز أخش العمق أخرج بره الفكر التعصبي دوت. عفا في يوم من ايام الرب راح مدينه اسمها السميره، وقابل واحده قال لها: يا امراه اعطني عشرة. طيب بالعقل دوت السيد، قلت له كده: كيف تطلب مني ده انت يهودي وانا انا سامري؟ احنا واحد. بحزن على الخدام، هقولها
بكل صراحة النهاردة على الخدام والأسس والكهنة اللي عاملين على نفسيهم دايرة مغلقة. عايز أقول لك حاجة النهاردة، عمرك ما تشبع بربنا، صدقيني عمرك ما تشبع بربنا. ليكن الجميع ايه؟ واحد. عشان كده محتاج اخرج بره ايه؟ محتاج اخرج بره صراع الكنايس دوت عشان خاطر اقدر ادخل العمق. المهم تصلي، المهم تشبع بربنا، مش تهدم في اخوك اللي جنبك، تهدم في الكنيسه ديت او الكنيسه ديت. لكن عايز اقول لك النهارده، عايز تخش العمق النهارده، ها؟ ابعد عن الكنيسه، ابعد عن العقيده. أقولها كلمة النهاردة، ممكن أنا عارف البعض في مصر يزعل مني في الكلمة ديت، العقيدة مش هتوصلك السماء. قلت لك أنت دارس عقيدة كويس قوي، مش هتوصلنا السماء العقيدة. في يوم من الأيام، قصة خيالية، واحد ملاك واقف كده هوت، وجاء الواحد قال له إيه؟ قال له أنا إنجيلي فلاح الكتاب، إحنا الناس اللي بنعرف نفسر الكتاب، وإحنا الناس اللي المية مية، أنا عايز أخش السماء. قال له مالكش مكان. قال واحد أرثوذكسي، قال له إحنا الخط المستقيم، إحنا واخدين من الآباء واخدين، وأنا أرثوذكسي. قال له لكن على جنب، أنت كمان ما تخشش السماء. قال واحد كاثوليكي، قال له إحنا الناس الأوائل المسيحية، وإحنا الناس اللي عندنا ازاي نعرف نوصل للناس بشكل مهذب وعباده لائقه. قال له برضه انت كمان اعمل ايه؟ قال واحد غالبا قال له ايه؟ قال انا جاي على حساب دم يسوع المسيح. قال له خش. الدخول للاعماق مش لكنيسه معينه ولا طائفه معينه ولا فكر معين، هو الدخول للأعماق هو على حساب دم يسوع المسيح. إذ أصبح لنا الثقة والدخول إلى إيه؟ إلى الأعماق. على مين؟ مش أنا ولا أنت، على حساب دم ابن الله. فمحتاج أخرج عن بارك نيسة وعقيدتي، قلنا صراع الكنائس. اتنين، انتقادات الفريسيين. وأنا قاعد كده هوت، الأخت رانيا النهاردة يعني كلامها مش حلو. لا ده لبسه مش يعني لبس يعني اعتراضات، انتقادات. انتقادات. انا مالي انا؟ ده شوف هي بتوعظ ايه او هو بيوعظ ايه وبيعمل، انا ماليش دعوه. انا طالما عيني على الناس هفضل طول عمري عيني على الناس، عمري ما اعرف اخش لربنا ابدا. اما كل الذين نظروا اليه استناروا ووجوههم لم تخجل. عارفه لو بصيت عليا انت قلت في حقي كلام حلو، كتر خيرك مع اني ما استاهلهوش، انت خجالي حقيقي. خلينا على ربنا، خلينا على السيد المسيح بس. عشان كده اخرج بقى الانتقادات بتاعتك، مالكش دعوه بحد. تالت حاجه بوجهها النهارده لكنيستي، عايز اخرج بره الروتين. نيجي الكنيسه نلعب لعبه كنيسه، عارفه لعبه الكنيسه؟ سمعت عنها؟ لا ما سمعتش. لعبة كنيسة يا شباب، استماع الساعة 7، أنا عندي الساعة 7، نيجي الناس تقعد تحط دماغها على الديسك، تصلي، تقول ترنيمتين، تسمع خدمة، تروح بيتها، دي اسمها لعبة كنيسة. طيب دخلت العمق؟ لا، أنا بحتاج أكثر روتين، بحتاج أعيش بالروح في الكنيسة بتاعتي، محتاج اشبع بربنا في الكنيسه بتاعتي، محتاج اتلذذ بربنا في الكنيسه. انا بقول يا رب اكسر يا رب كل روتين في كنيستي، في العزبه البيضاء اكسر كل روتين في كل كنيسه، اكسر كل طقس يا رب. خلينا ننفتح عليك، نفسي ننفتح على روح الله، نفسي نشبع بروح الله، نفسي نتلذذ بحضور الله في وسطينا. في التسبيح اكون في حال السبي، مش اقول ده صوته حلو ولا صوته وحش، انا عايز اكسر كل روتين في حياتي، كل روتين في كنيستي محتاج ينكسر في اسم الرب يسوع. عشان كده محتاج اخرج برا نفسي، محتاج اخرج برا بيتي، محتاج اخرج برا كنيستي عشان اعمل ايه؟
عشان ادخل للعمق. انا نفسي النهارده يعني تكون مركز معايا عزيزي المشاهد، احنا بنتكلم ازاي اخش للعمق. عشان اخش للعمق لازم اخرج بره نفسي، كبريائي، شهواتي، محبتي للمال، اي حاجه. محتاج اخرج بره بيتي، بره المشاكل اللي في البيت بتاعتي اذا كان مع شركه حياتي او مع اولادي. محتاج اخرج بره كنيستي اذا كان فيها مثلا تشبث بعقيده معينه او روتين او انتقادات. محتاج اخرج بره كل الحاجات دي كلها. اول حاجه الخروج. تاني حاجه ودي مهمه قوي وجميله قوي وانا بحبها قوي، هي التصديق. سوري. اصدق. يقول كده كتاب، بدون ايمان لا يمكن ارضاء. تعالوا نرجع مع بعضينا في حزقيال 37. اسمع الكلمات ديت. كانت علي يد الرب، خدوا بالكم من الكلمات، فاخرجني. خرجهم ربنا قال كده، تعالى كده كده، خدوا كده ايه بروح رب، وانزلني في البقعه. ربنا كده خدوا كده في حته كده بقعه ملآنة عظاما، وأمرني عليها من حولها، وإذ هي كثيرة جدا على وجه البقعة، وإذ هي يابسة جدا. طب اسمحوا لي أوضحها بلغة بسيطة قوي، يعني مش عايز أقولها لكن أوضحها. حزقيال ربنا قال له تعالى كده، حزقيال خرجوا كده من مكان، وقال له تعالى كده وده زي حتة أرض وفيها شوية عظام، عظام أموات، يعني واحد لما بيموت يفضل العظم بتاعه، عظام كتير جدا. ربنا سأل السؤال، والنهارده ربنا النهارده بيسألك هذا السؤال، أتحيا هذه العظام؟ أنت مصدق إن ممكن العظام دي تحيا؟ حسكر كان ذكي، قفل إيه؟ اسمعي، قال له أنت تعلم. فقال لي تنبأ على هذه العظام. طب هيحصل فيها إيه؟ حاجات لو شفناها في الطبيعة هنخاف. كنت احنا قاعدين دلوقتي لقينا شويه عظم والعظم بدا يرتعش. شفت قبل كده بتخافي؟ اكيد. يعني بص، طب خلينا اقراها معاكم بالظبط. فقلت يا سيد رب انت تعلم. فقال لي تنبأ على هذه العظام، وقلت لها ايتها العظام اليابسه. شفت بقى التصديق. اسمعي كلمه الرب. عايز تخش لعمق النهارده، اسمع كلمه الرب، صدق في كلام ربنا. هكذا قال السيد الرب لهذه العظام، هنذا ادخل فيكم روحا فتحيون، واضع عليكم عصبا واكسيكم لحما، وابسط عليكم جلدا، واجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون اني انا الرب. طيب تعالوا نقول ده اختبار عمل النهارده، ما تخافيش. هذا شويه عظم كده. فتنبأت كما أمرت. الصوت رعش، عارف العظم لما يخبط لبعضه؟ الصوت ايه؟ رعش. فتكربت العظام. أول حاجة بهيكل عظمي. حسكر كده واقف كده هو شاف ايه؟ العظم عديت عظام أصلي. وعارفها. كل عظمية دي رقمها كذا. طب ده عظمي مثلا كان جيش هنا. ده عظمي أنا وده عظم فلان. كل عظمة عارفة مكانها بتروح فين. تجمعت ايه؟ العظام. حصل رعش كده العظام، فتجمعت العظام الى عظمه. وبعد كده الجلد عليها من ايه؟ قبل الجلد سوري. واذ بالعصب، اول حاجة الهيكل العظمي، العصب، عارف العصب؟ العصب. بدا الهيكل بدا يعمل ايه؟ وبعد العصب بدا ايه؟ لحم. يجي اللحم. وبعد اللحم بدا يعمل ايه؟ يكسيها ايه؟ جلد. كده كتاب. فأصبح جيش ايه؟ عظيم جدا. أصدق. اتنبأ على حياتك النهاردة. اتنبأ على بيتك. اتنبأ على نفسك انك هتكون بطل. عايز اقولك النهاردة، اتنبأ النهاردة ان الله يقدر يغير حياتك مهما كانت صعبة. حتى لو كان في حياتك عظام يابسة. أنا مش عارف إيه هي العظام اللي عندك اليابسة. ممكن يكون في بيتك في يابوسة في حياتك. ممكن تكون في عندنا عظام كمنتنا حياتك كلها خطية وشر.
لكن عايز اقول لك حاجه، هو يقبلك، هو بيحبك، هو مستعد يغيرك، مستعد يخليك خادم لي. عجبني قوي قصه الانبا موسى الاسود، يمكن من القصص اللي تعجبني قوي. راجل كان حياته كلها شر وبلطجه وفساد، سمع عن ربنا يقول كده كتاب: قصبة مردودة لا يقصف، فتيلة مدخنة لا يطفي. عايز يعرف الإله الحقيقي، صدق في الإله الحقيقي، اتغيرت حياته، أصبح، أنا أقول التعبير، أصبح من إبليس إلى قديس. إذا صدقت في ربنا، إذا صدقنا صدقني في ربنا، هنقدر نخش إلى الأعماق. مش هبص لنفسي. واحد يقول لك أنا حياتي فاشلة، أنا بيتي فاشل، كلمات سلبية، كلمات سلبية. أتنبأ، يعني أتنبأ، يعني أقول كلمات أنا مصدق فيها في ربنا مش فيا أنا. صح، مظبوط. تصدق إن شوية عظم يبقوا بني آدمين حقيقي، سيبونا من يعني. بكلم بجد. تصدق إن في عظم يبقى بني آدمين؟ قوة يسوع. صعب كمنطق بشري، استحاله تحصل. لكن خدي بالك، الايمان هي اسمى درجات. خدي بالك في العلاقه، يعني ليها درجه حلوه جدا، ان ازاي اخش مع ربنا، اصدق في ربنا. انا مصدق فيك يا رب، مصدق انك تقدر تغيرني. انا حياتي الوحشه، حياتي اللي فيها شر، انا مصدق فيك. انا حياتي اللي مليانه فشل، لو فشلتني النهارده صدق في ربنا، اتنبأ على حياتك ان الله يعطيك نجاح. لو حياتك فيها خوف، اتنبأ ان الله يديك سلام في حياتك. سلام الله الذي يفوق كل ايه؟ كل عقل. يحفظ 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 افكارنا واجسادنا، كل ما نملك. عارفه العظم ده اصبح ايه؟ اصبح ايه؟ جيش. يقول عنه كتاب جيش ايه؟ جيش عظيم. انت هتكون شخص عظيم في عمل الله. امين. انت اللي شايف نفسك صغير، لو شايف نفسك انك مالكيش اي قيمه، لو صدقت في ربنا صدقيني هتبقى حاجه كبيره قوي في يسوع. عايز اقول حاجه صغيره، انا بدون يسوع ولا حاجه، لكن بيسوع انا كل حاجه. حقيقي. بدون يسوع ميت، بدون يسوع ملوش قيمة. قيمتي في هو وتمني في هو. عشان كده قلنا ثلاث حاجات راجع معاكم: اخرج بره دايرة نفسي، نفسي من مشاكلي وفي بيتي، بيتي كنيستي. اتنين التلبية. اصدق في مين؟ في المسيح. اصدق في ربنا. ثلاثة، يعني حلوين الخطوتين الاولين كويسين، الخطوه الثالثه دي اهم، انفذ. انا مصدق في ربنا وخرجت، بس محتاج اعمل ايه؟ انفذ، اخد خطوه. كده الكتاب: الاستماع افضل من الذبيحه. لما يجي ربنا يقول لابراهيم ايه؟ يا ابراهيم اترك ارضك وعشيرتك واذهب الى الارض التي ايه؟ اريك انا. اريك. طب بالعقل، انا عارفك انك تقدر، طيب بس مش قادر انفذ، مش قادر اخد الخطوه ديت، هروح مكان ما اعرفوش. دلوقتي لو حد قال لي تعالى لي فرنسا، طب انا مش عارف اجي ازاي، طب هروح فين، اروح لمين قبل ما اجي هنا؟ ايوه، طب انا جاي العنوان كذا، الاخت رانيا هتستناني او اي حد هيستناني. صح. مع ربنا لا تختلف العمليه. ربنا قال اعمل ايه؟ انفذ. عجبني جدا ابونا ابراهيم لما ربنا قال له خرج نفذ. كان اسمه الاول ابرام، اصبح ابراهيم، اصبح ليه مكان، اصبح خليل الله، اصبح بدا يتكلم هو ربنا كده في علاقه. عفوا، يقول كده الكتاب: هل اخفي عن عبد ابراهيم ما انا فعله؟ شفت العكه وصلت لفين؟ لما بنفذ ايه؟ لما بنفذ كلام ربنا. طيب ربنا بيقول ايه النهارده؟
لو قال لي سيب فلان هسيبه، بس ده غالي عليا بصراحة. أنا عايز أعيش معاك بس يعني مش قادر، عشان كده محتاج النهاردة أنفس كلام ربنا. يقول لي سيب أقول له حاضر، يقول لي روح أقول له حاضر. طب لو أنت قاعد دلوقتي عزيزي المشاهد، لو ربنا قال لك روح لفلان وصلي معاه، هتروح؟ قال لك روح لفلان وفلان محتاج واديله حاجة ساعده بيها، هتسمع كلامه؟ عايز تخش للعمق، نفذ ما يقوله الرب لك. أنا عندي تيتا وصلت المجد، أنا بقول إنها قديسة وكل اللي عارفه قال عنها قديسة. في يوم من الأيام كان في كنيسة، كان في واحد مشلول ما بيقومش، كان عنده ما عارفش حاجة، جاله في العمود الفقري فبدأ يتحركش خالص. ربنا قال لها إيه؟ قال لها قومي صلي له. تيتا بسيطة قوي، أنا بحبها قوي طبعا، عزايا أنا إني أشوفها طبعا، أجل أم عجل هنشوفها في السماء، لينا لقاء طبعا، أكيد لينا لقاء. فهي بتحكي لي بتقول لي أنا مش قادرة. ربنا يقول لها قومي، تقول له إيه؟ لا أنا بقول لك قومي، تقول له لا ما أقدرش أقوم، مين أنا عشان أقوم؟ وبدأ ربي روح الله وصوت ربنا بدأ يلح عليها. قلت لي خفت من ربنا لا يزعل مني. فهي قايمة، ده مشلول طبعا، واحد بخلاص مشلول قايمة وإيديها بتحصل إيه؟ إيديها بتترعش وهي خايفة. في الكنيسة معروفة مثلا أم حسني، معروفة ببساطتها ومحبتها. وهي أول لما راحت للولد دوت، فشخص شاب كبير، فبتقول لي وانا بصل ايدي بترعش، ما اعرفش اقول كلمات يا رب اشفي يا رب اعمل يا رب يا رب. الولد وهي بتصلي الولد وقف وقام وقعد يبوس في خدودها ويقول لها شكرا يا ماما ليكي. قلت له اشكر ربنا، لما انا بصدق ان الله يستخدمني، مش الميزه فيا انا، الميزه ان هو الله هو اللي بيستخدمني. حد اتصل بي وانا في مصر بيقول لي ربنا بيلح علي اعمل كذا كذا كذا، اعمل ايه؟ قلت له نفذ اللي قاله ربنا. انا ساعات بخاف لا يقول لك ايه يطلع الموضوع دوت غلط. بمثلا ربنا مثلا قال لي روح صلي لرانيا، طب رانيا ممكن رانيا ما تكونش تعبانه، هتكسف. لكن لو انت متاكد من صوت ربنا والله بيقول لك روح، اوعى تاكل، اوعى تاكل. احكي لكم اختبار حلو جدا، أنا عارفكم بتحبوا تسمعوا الاختبارات، عن إزاي إنسان قدر يميز صوت ربنا أنقذ بيت من الدمار. كان في شخص عايش في المنيا، كان رجل مقتدر جدا ماديا، وكان بيحب ربنا قوي. في يوم من الأيام ربنا صحاه الساعة 7 الصبح، قال له قوم، يبص على الساعة قال له عايز يا رب، قال له بقول لك قوم، قال له في واحدة بيتها بيولع. فالراجل بيقول كده بيطفيها، وانا مطافي يا رب يعني راح اطفيها يعني ولا اعمل ايه؟ قال له انا بقول لك قوم. قال له طب يا رب هروح فين؟ قال له مالكش دعوة. قال له اركب وانا اقول لك تروح فين. صاحبنا عشان كان عنده ودان حلوة وعنده قلب ازاي يطيع، انت عارفة بالمناسبة، انت عارفة ربنا رفض شاول ليه؟ عشان ما كانش بينفذ إرادة ربنا. فقال له حاضر يا رب. فقال له انت ماشي طلع خد ظرف حط فيه مبلغ معين من المال. قال له كمان؟ قال له ايوه. قال له حاضر، وخد الظرف وركب العربية بتاعته. قال له انزل على مصر. على مصر؟ قال له طب هفتكر مشوار هنا جنبينا هنا كده يمين شمال. قال له انزل على مصر. راح نزل على مصر وبدا ربنا يوجهه. قال له خش البيت الفلاني دوت. راح دخل وخبط على الباب، قابلته واحده ست كده غلبانه وجميله جدا، جميله جميله قوي. قال لها يا ستي انا، وهو بيخبط قالت له مين؟ قال لها انا بعتنا رب يسوع. بنفس الكلمات قالها له. ست فرحت قوي. قال لها يا ستي ربي يسوع بعت لك الظرف دوت، بس ممكن تقولي لي ربنا جابني على ملا وشي كده ليه؟ قلت له احكي لك. قلت له انا كنت متجوزه وجوزي توفى
وعندي 3 أولاد وصاحب البيت دوت كل شوية عايز يعمل فيا ايه؟ يترد. عايز يغلس عليا. انا معيش تمن ايجار البيت. عايز الايجار مني، يقول لي يا تيجي معايا يا تدفع الايجار اللي عليكي. وكل شوية يقعد يذل فيا. انا ما لقيتش حل غير قعدت اصلي لربنا، فربنا صحاك من النوم عشان النهارده كان مديني اخر يوم النهارده مهله، لو كده هوت يا ما اجيش معاه يا تودني بره بيت انا واولادي. يا يسوع يا ربي. فصحبنا اول ما شاء الله ربنا بشكرك انك باركتني بهذا الامر. لما تنفذ امر ربنا ان الله بيباركك. وعايز اقول حاجه بالمناسبه، داخلين على عيد كل واحد في مكانه، اكيد في حد غلبان جنبك، حاول تروح له، حاول تباركه. حد محتاج اكل حاول تديله، فرح الناس اللي حواليك. داخلين على عيد مش كده؟ ما تعملش ودانك، اوعى تخلي ودانك مسدوده في الوقت اللي جاي، لا خلي ودانك مفتوحه قوي مصغيه، خلي عندك اصغاء. قول يا رب افعل بي كما يحسن في عينيك. دول 4 خطوات ازاي اخش بيهم الى اعماق ربنا. الله، ما احلى هذه الخطوات قسيس سمير حقيقي. يا رب يا رب نكون كلنا فعلا عايزين نكون بننفذ كل الخطوات. بس يعني صعبه، خلي بالك صعبه. انا اقول لك حاجه، انا بقولها بقول يا رب لو هو مش معايا مش هقدر انفذها. ما خدش منه معظم، مش هقدر انفذها. مين فينا ينسى نفسه؟ مين فينا ينسى المشاكل اللي كل يوم بيشوفها في بيته؟ مين فينا يصدق انه فاشل وعديم القوه انه هيتغير؟ الحاجات دي كلها محتاجه صدقيني معونه. صح، معونه، ومحتاجه خطوه جديه كمان للعمق، للدخول للعمق. محتاجه خطوه جديه، محتاجه شوق قلب. يس دي حقيقه. طب هل في انواع للدخول للعمق؟ العمق الالهي؟ يس طبعا. العمق الالهي فيه منه انواع كتير قوي، بس انا هذكر الحاجات اللي انا لمستني شخصيا. في العمق الالهي للحب، كلمه احنا كلنا بنحبها بس ساعات بنخلطها بين الحب وبين حاجه تانية. لما بدخل العمق الالهي بشوف حب ربنا. النهارده في صلاتي بقول لربنا الكلمات ديت في خلوتي الصبح، بقول له يا رب انا بستغرب عليك، محبتك انت محبه غريبه، محبه مختلفه، محبه لها طعم تاني، بتقبلني في كل مراحل حياتي. كان في ذهني قصة الابن الضال، طب ده غلط مرة واحدة ورجع أبو قبله، طب أنا بغلط ياما، بغلط كتير وبتقبلني. عمق الإله للحب، عارفة يعني أعظم كلمة شفتها وسمعتها هي كلمة الحب. بس البشر يحب لحظة ويكره لحظة. البشر في لحظة يتغير، لكن العمق الإلهي الحب، حب بلا حدود، ملوش طول ولا عرض ولا عمق ولا ارتفاع ولا علو. أحببتك إلى المنتهى. في يوم من الأيام في لوقا 8 جابوا للرب يسوع واحدة أمسكت في ذات الفعل. طب هل دي كمان بتحبها؟ أنا وأنا بصلي ربنا قال لي حاجة واحدة بس، قال لي كده هوت، قال لي انا بحبها اني شايف انها هي يعني كان في حاله محدش قدر يشيلها، محدش قدر يقف جنبيها. عارفه في الحب دوت ربنا بيدي اعذار، لما لقيني بغلط لا 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 ده خلاص من عنده. كل اللي حواليها عايزين يعملوا ايه؟ يرجموها. كل اللي حواليها عايزين، خدي بالك دي لازم تموت، رغم ان كل اللي حواليها صح مظبوط فيهم خطايا. بدا ربي صعب ده يوطي كده هوت،
قال كده من منكم بلا ايه؟ بلا خطيه يعمل ايه؟ فليرجمها فليرميها اول حاجه. يس مظبوط. ايه الحب؟ انا اتوقع الست دي قعدت تبص كده لربنا تقول له انا ما استاهلش الحب دوت. انت ليك حق، انا فعلا غلطان، انا فعلا الناموس بيقول ان انا لازم ارجم. انا ما اعرفش محبتك دي شكلها ايه، ما اعرفش عينيك ديت شافتني باي شكل. سيد محبة ناخد تليفون ونرجع تاني. اتفضلي. قناه الطريق. الو لقاء روحي. الو الخط وقع مننا، احنا اسفين جدا انقطاع الخط، ممكن تعودوا الاتصال بينا مره تانية، يمكن انتظروا كتير على الخط، احنا اسفين. امين. اتفضلي يا سيس. فتقول له يا رب انا مش عارفاك ايه، ايه نوع الحب دوت؟ الحب دوت اللي زار الصليب. انت قلت كلمة واحدة مكانة كبيرة. ليه ينزل؟ بالظبط. ايه اللي خلاه ينزل؟ انا يمكن حتى نفسي اتكلم معاك في النقطة ديت مع المشاهدين. ان عشان هو بحبني اخلى نفسه. اكتر حاجة بتفرق معايا هي الصليب. سوري تعبت. سوري؟ تقولي حاجة؟ أخذاً صوت عب. أخذاً صوت عب. ليه بتعمل كده يا رب؟ عشان بحبك. صح. عشان أنت غالي عليا. طب تسيب سماك تيجي لأرضنا هنا؟ الناس تغلط فيك، يهنوك، تروح للصليب، تتحمل الألام، البصق، الجل، ده عمق الحب، ده عمق الحب. أنا بتخيل في كل لحظة وهو المسيح بيتصلب فيها يقول، بدل ما يقول آه يقول أنا بحبك. في كل إكليل الشوك لما يخش رأسه وينزف دماء يقول، ما يقولش آه يقول أنا بحبك، أنا بحبك أنت. أنت غالي عليا. انت ابني، انا جيت عشانك انت. عايز اقولك النهارده عزيزي المشاهد حاجه صغيره، لم ولن تجد حب مثل هذا. صدقني محبته ليها عمق تاني. محبته كان فيها تجسد على الارض، محبته فيها فداء ليك، محبته فيها احتمالك. عشان كده عايز اقول له يا رب انا بشكرك يا رب من كل قلبي يا رب لاجل هذا الحب العميق يا رب. احببتني، احببتني رغم ان مفيش حاجه فيا تتحب ابدا، لكن اشكرك من اجل يا رب الحب الالهي اللي انت حبيتوني يا رب. من فضلك يا رب ساعدني اقدر هذا الحب. ساعدني يا رب النهارده يا رب كده ارتمي في احضانك واقول لك يا رب اني مريضا حبا. ساعدني يا رب من فضلك. اوصل لكل نفس النهارده قدامك، كل نفس يا رب النهارده بتشوفنا النهارده يا رب على قناه الطريق يا رب، اوصل ليها يا رب من خلال حبك. تعامل معاها مع كل ضعف، مع كل مرض، مع كل فشل. أنا بصدق فيك إنك إله عظيم. عجبتني قصة عن العمق الإلهي بتاع ربنا. كان في واحد اسمه ميشيل دوت كان عايش في باريس. ميشيل دوت كان كل يوم قبل ما يروح الشغل يصحى من النوم ويروح يقول لربنا الكلمات دي، تقول له يا رب ميشيل حبيبك هنا. يقول له إيه؟ ميشيل حبيبك هنا. يرجع من الشغل يروح الكنيسة بعد يقول له ميشيل حبيبك فين؟ هنا. كل يوم والتاني، كل يوم والتاني يصحى الصبح بدري قبل ما يعمل أي حاجة يقول له إيه؟ ميشيل حبيبك هنا. في يوم هو ماشي عمل حادثة ودخل المستشفى، وطبعا كان هيموت. فالدكتور قال له أنا عملت معاك واجب حلو قوي إنك كنت هتموت لكن لحقتك في آخر لحظة. قال له لأ،
قال له ده يسوع هو اللي شفاني. قال له ازاي يسوع شفاك؟ لو كان يسوع شفاك ما كانش سمح لك ان يكون لك حادثه. قال لا انا مصدق ان يسوع شفاني. بس مشير كان زعلان قوي. قعد شهر في المستشفى. عارف زعلان ليه؟ علشان مش عارف يكرر الكلمه. ما كانش عارف كل يوم برافو، ما كانش عارف كل يوم يعمل ايه. ما كانش عارف كل يوم يروح يقول له يسوع مشيل حبيبك هنا. ما كانش عارف يوم. اول لما نام كان زعلان جدا. الاوضه طلع فيها نور كبير قوي. وظهر نور دوت. راح مشيل قام من النوم كده وخاف، فقال له كده هذه الكلمات: يسوع حبيبك هنا يا مشيل، الف سلام عليك. بتهيألي المقابله لن تنسى. شفت عمق، شفت عمق الحب الالهي. هو ما قدرش يروح له. مين جاله؟ يسوع بنفسه. قال له مشيل يسوع حبيبك هنا، الف سلام عليك يا مشيل. ده الهنا. ايه ده العمق، ده العمق، ده دي 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 محبه، دي محبه، يعني محبه معزيه. محبه تخلي الانسان يتلذذ، محبه تخلي الانسان يقول له يا رب، زي ما تقول انا مريض حبا، انا مريض حبا. عشان كده مين نفسه يجرب الحب دوت؟ مين مشتاق للحب دوت؟ يس كلنا. عارفه يعني الحب ممكن نقولها كلمة، لكن هنا مش هي العشاء حياة تلامس معاه. عشان كده كلنا النهاردة محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نتلامس مع هذا الحب. أمين. رب يساعدنا اللي احنا فعلا نكون كلنا عايشين في اختبارات حية، وعايشين في عمق كبير وشركة حقيقية مع شخص المسيح. زي ما تعلمنا النهاردة وزي ما سمعنا، انا شخصيا اتعذب جدا وفهمت أكتر عن العمق الإلهي، إزاي أكون بدخل في عمق أكتر وأكتر من الماضي. دايما وقتنا الجميل بيخلص بسرعة. أسي سمير، طب أقول حاجة صغيرة بس أختم بيها. تختم بيها اتفضل. نفسي أقول كمان حاجة عن العمق الإلهي. قلنا للحب، أختم بيها عمق الإلهي للغفران. إبليس بينجح قوي لما يجيلك ويقولك نواي استحاله تغفري، استحاله. لو رجعنا لمتى 18 على 21، بطرس سأل سؤال لربنا: كم مره يخطئ الي اخويا واعمل ايه؟ واسامحه. قال له 7 مرات. بطرس كان فاكر انه هنا بيقول له ان هو جاب الطب. عفا ربنا قال له ايه؟ 77 مره. يعني كام؟ اضربيها كده معاكي كالكوليتر، 490 مره. 7 مرات 400. ده في ايه؟ 490 مره. ده في ايه؟ في اليوم. العمق الالهي للغفران. هل تفتكر ربنا طلبني انا سامح اخويا 490 مره؟ هو طلبني انا اعمل ايه؟ اسامح اخويا. طب العمق، العمق الالهي للغفران سامحني قد ايه؟ ساعات انا بستكتر خطاياي على ربنا. انا بقول لنفسي كده، طب كل ما تسامحني. ايه رايك انت؟ هل كل يوم ربنا هيسامحني؟ هل كل يوم ربنا هيقبلني؟ الطبيعي انا بقول لاخويا ربنا طلبني ان اسامح اخويا 490 مره. عايز اقول لك حاجه النهارده، ان النهارده في باب اسمه باب الغفران. مهما كانت خطيتك هو مستعد، خد بالك، يغفر خطيتك كمان، لا يعود يذكرها فيما بعد. انت لو غلطت فيا ممكن افتكرها لك، لكن هو يوم ما باجي بقدم توبه لربنا استحاله، استحاله افتكرها لي تاني. صح. عشان كده عايز اقول لك النهارده، قول هذه الكلمات: لا تشمتي بي عدوتي، ان سقط فاقوم. خش لعمق الإله في حبه، خش لعمق الإله في غفرانه، خش في جنب المطعون. خد بالك، اعرف ايه هو، اعرف ايه هو ربنا ازاي، يعني لأعرفه زي ما يقول بولس الرسول، واعرف الناس عنه. طبعا عشان كده النهارده دعوه، النهارده في نهايه السنه، انا خلاص في نهايه السنه
تعال بتوبة. في حب كبير ليك. في نهر سباحة النهاردة. في النهاردة ببلاش يا سمك. خلاص ببلاش. توبة ببلاش. هل تقبله النهاردة؟ هل تخليه يكون ملك وسيد على حياتك؟ هل نفسك يكون هو الأول والآخر في حياتك؟ عايز أقولك النهاردة هي الفرصة مفتوحة. الباب مفتوح ليك النهاردة. أوعى تأكل. أوعى تتشغل بحاجة تانية. هو بيحبك. بينادي عليك. أنت؟ أيوة أنت. أيوة أنت. صدقني. أنا شاعر النهاردة بروح لجوايا إن النهاردة نفوس كتير النهاردة هتبتدي حياة جديدة في اسم يسوع. في اسم يسوع. باسم يسوع الرب يدينا أكتر وأكتر وندخل أعماق روحية وأعماق إلهية وندخل في أعلى سماء، يعني مش بس على الشاطئ نسبح على الشاطئ أو ندخل شوية كده في البحر سنة، لكن كل ما ندخل أكتر كل ما نحس المية شايلانا أكتر وغزيرة، المية بتبقى غزيرة، فمحتاجين فعلا نكون في هذا العمق الروحي. في نهاية عام بداية عام أتمنى لكل واحد فعلا يكون سمع هذه الكلمات وبيعيشها في الوقت الجاي. بشكرك جدا أسيس سمير. شكرا يعني. لحضورك معنا. كل سنة وحضرتك طيب. وكل فريق الخدمة وكل الكنيسة طيبين ومصر كلها طيبة وأمريكا وكندا وأستراليا ويوروب كل العالم طيبين. ربنا يكون معاكم. سعدنا جدا باللقاء معاكم. انتظرونا في حلقات قادمة من اللقاء الروحي وأتمنى لكم عيد سعيد باسم المسيح. وخد يسوع مولود في قلبك وصفحة جديدة مع يسوع. الرب يكون معاكم. تصبحوا على خير وكله للخير. Thank you.
الشعوب اسمه يسوع. اصل المسيح